منافسة قوية بين النجمات الشباب، بس أنا الصراحة شايف إن كلهم ما شاء الله حلوين. لكن خلونا دلوقتي نروح للبنان ونختم حلقتنا النهاردة من هناك مع نوال الزغبي اللي أحيت طبعا حفلا جماهيريا ضمن مهرجان الشياح في بيروت، وكانت فرصة إن زميلنا راغب حلاوي يقابلها ويسألها عن ألبومها الجديد وطبعا عن رأيها في كليب إليسا إلى كل اللي بيحبوني. قبل صعودها على المسرح بدقائق كان لقائنا مع نوال اللي وصفت لنا إحساسها باللحظات الأخيرة. كتير متحمسة هلأ للمهرجان برا، حضرة الأغاني الجديدة، أغاني القديمة، إطلالة جديدة، يعني على طول في تجدد. وفعلا إطلالتها كانت جديدة وأنيقة جدا، واختارت لفستانها اللون الأسود. أنا بحب الأسود وكتير بينتقدوني أنه كتير بلبس أسود، وهو لون فارض حاله وبيلبق لي مثل ما بيقولوا بدون معاناة. دغري اخترنا الأسود وإليف غالي اليوم لبسني هذا الشيء و thank you. كنت فيني وغنت نوال مجموعة من أجمل أغانيها، فسمعنا بيلبق لك وما أندم عليك من القديم. وطالبها جمهورها بغناء قالوا كراميل وغيرهم من الأغاني اللي تفاعل طبعا معاه الجمهور بشكل كبير سواء بالرأس أو الغنى. لكن ما سمعناش اي اغنية من الالبوم الجديد اللي اعلنت نوال على تويتر الانتهاء من تسجيله، واللي هيكون الالبوم الاول ليها بعد عودتها لروتانا. البوم عم ينشغل مثل ما بقولوا على نار هادية، اللي تقريبا سنة عم حضره وكم شهر بينزل يعني، بس ناطرين لحتى يخلص كليا ويصير جاهز. البوم منوع فيه كل شيء. وعلى تويتر كمان اعلنت نوال مؤخرا دعمها لإليسا، وبالتغريده دي اتنفت الشائعات اللي انتشرت حول وجود جفاء بينهم بسبب عدم ظهورهم مع بعض في صور افتتاح روتانا كافيه بمصر. ما في جفاء بروتانا كافيه، بالعكس تصورنا وصورتني وصورتها، نحن ما تصورنا مع بعض. يعني هي قالت لي بليز صورينا انا والاستاذ سالم، وصورتني انا وانغام وسميره. كمان شهدت نوال إليسا بالقوة لتجاوزها محنة السرطان الصعبة، بس لو كانت بموقف إليسا هل كانت تفضل الإعلان أم إخفاء مرضها؟ بصراحة يعني إن شاء الله ما عيش هالتجربة، لأنه ما حدا بيتمنى يعيشها. وما بعرف بصراحة، ما بعرف. أنا بس بدي أقول لإليسا أنه الحمد لله على السلامة، وتحدت المرض بطريقة كتير جبارة. شو رسمت بعيونك فرح حبيبي. وبعد حفل الشياح نوال بتوعد جمهورها بأكتر من مفاجأة. عندنا اشياء كتير، ان كان حفلات ان كان الشغل اللي عم نحضره بده ينزل، اكيد حاضرين كتير اشياء.